مواكبة الخزينة العمومية للمتغيرات الاقتصادية التي تعرفها البلاد جعلها تلعب دورا استراتيجيا في إدارة المال العام برؤية تتلائم واستراتيجية الحكومة المعتمدة على الرقمنة لتخطي العديد من العقبات. في حقيقة الأمر إصلاح المالية العمومية في الجزائر يتمحور حول عدة مسائل، لا سيما إصلاح الميزانية والخزينة العمومية، إصلاح المحاسبة العمومية، وإصلاح نظام المعلومات. هذه المحاور إصلاح تسهم لا مجال للشك، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما توفير المناخ الملائم للاستثمار. موازة مع إجراءات تحسين مناخ الأعمال التي يكرسها قانون الاستثمار، الخزينة العمومية تتماشى وأهداف السياسات العمومية ومتطلبات الاقتصاد الوطني عبر تمويلها لمختلف المشاريع الاستثمارية. بدون شك أن الدور الميزانية لها دور فعال في تحقيق أو تحسين جو مناخ الاستثمار، منه يعود على الاقتصاد الوطني بعدة منافع، لا سيما تسهيل الإجراءات للمستثمرين، ومنه دعم الاقتصاد الوطني. إخضاع السياسات الاقتصادية المنتهجة للمساءلة بكل شفافية أضحت ركيزة من الركائز التي تعتمدها وزارة المالية تسعى بخطى ثابتة لتجسيد الإصلاحات المعتمدة وضمان الشفافية وترشيد استخدام المال العام.